الله وبركاته. معكم إيهاب حمدان. الحمد لله رب العالمين، أنا نجحت اليوم في امتحان البي ام بي بعد جهد عالي لله الحمد، وحاب أخص بالفيديو هذا المهندس إيهاب شعبان. مهندس إيهاب شعبان هو اللي أخذت عنده التريننج، بلشت عنده التريننج، هو أول تريننج باخذه، والحمد لله. يعني أول ما بلشت معاه فعلا كان أسلوبه سهل بشرح المادة، ويعني بزود بسلايدات كثير سهلة بتخليك تفهم المادة بسرعة، وبعد كل بروسيس اريا بعطيك عدد هائل من الأسئلة على أساس إنك تكون جاهز للامتحان. فبنصح الكل بصراحة بدون مجاملة إنه اللي حابب يعني ياخذ أو يبلش بموضوع البي ام بي ياخذ الكورس عند المهندس إيهاب شعبان. طبعا في كورسات أونلاين، طبعا أكيد يعني كل شيء متوفر وسهل. فشكرا كمان مرة مهندس إيهاب شعبان، شكرا لك ويعطيك العافية. هلا بخصوص الامتحان، بالامتحان أنا صارت عندي مشاكل يعني أثناء الامتحان وقبل الامتحان. قبل الامتحان لما كنت بدي أعمل لانش للامتحان، وبكون زي ثيرد بارتي أبليكيشن أنت بتنزله، فاللي صار معي صراحة انه الابليكيشن مش راضي يعمل لانش، لانه في سيرفيسز عندي على اللابتوب الابليكيشن زي ون درايف، في كمان ابليكيشن تاني سيرفيس تبعتها شغالة على الباك اند. فصار عندي عن جد مشكلة، وكنت انا شوي يعني مركز جو الامتحان، ما مش فاضي اعمل اي ترابل شوتينج. فصراحة الساعة 5 الصبح أنا حكيت مع المهندس إيهاب، وما شاء الله عليه على طول يعني كأنه معاي، فساعدني بصراحة، وفعلا يعني شكرا لك. يعني أنا ما كنتش فاضي أعمل أي ترابل شوتينج، فشكرا لك كمان مرة. هاي أول مشكلة يعني، فالواحد لازم يعمل فول تيست، مش بس التيست على المايك وعلى الكاميرا، في اخر ستيب اللي فيها تعمل لانش سامبل اكزام على ما اظن. انا هاي ما عملتها، فهاي عملت لي مشكلة. انا يعني ما كنتش متوقع، انا كنت بفكر انه سامبل بس يعني، فطلعت مهمة. هذا بخصوص قبل الامتحان. هلا خلال الامتحان انا بصراحة اخترت اوبشن انه يكون في عربي. هلا يعني انا اول مرة بجرب، بس اللي اكتشفته انه بالعكس، يعني هو بيطلع اللاي اوت كله بالعربي، ما بعطيك اوبشن انك انت تعمل ترانزليت الانجليش لعربك او الانجليزي العربي، فهو اوريدي بالعربي وانت بدك تغيره بالانجليزي. ف يعني انا مش كتير يعني ما استفدتش انه موضوع اني احل الاسئله بالعربي، مش حيفيدني نهائيا، بس في بعض الاسئله بس قليل جدا اني استفدت من العربي بصراحه. فهي بتعتمد على الشخص، لانه يعني بالانجليش صراحه اوضح بكثير، بس انا توقعت انه ممكن في سنتنس غريبة أو إشي معين ممكن تستفيد منه، بس أنا من تجربتي ما شفتش إنه في فايدة كبيرة. فهو بيعتمد على الشخص، بس يعني أنا حاب أحكي تجربتي. هلا بخصوص الامتحان، صراحة الامتحان مش سهل، يعني صراحة مو سهل نهائيا، لأنه أنا إجاني الامتحان شامل للمادة كلها، فعلا كان شامل للمادة كلها. فهو الامتحان يعني مقسوم اسمين، الاسم الاول بيكون 89 سؤال تقريبا، وبعدين في اوبشن انك تاخذ بريك، وفي البارت الثاني من الاسئله بيكون اللي هو تقريبا يعني 110 111 سؤال. هلا انا اللي يعني اللي لخبطني شوي انه انا كان كل اللاي اوتس عندي بالعربي، فكانت نيو اكسبيرينس عندي يعني. ف يعني كنت متوقع زي ما حكيت لكم انه يكون هو بالانجلش، واذا بدك تعمل ترانزليشن تعمل ترانزليت للعربي، فشوي بطأني صراحة، عمل لي بطء. وغير هيك البارت الاول من الاسئلة انا اجاني شوي اصعب من البارت الثاني، يعني فعلا اسئلة زخمة شاملة للمادة كلها، بس الحمد لله يعني اللي دارس وفهم المادة منيح وحال عدد من الاسئلة بتمشي اموره ان شاء الله. هلا بخصوص البارت الثاني يعني فعلا كان يعني اسهل شوي. هلا البارت الاول انا اخذ مني تقريبا ساعه وعشر دقائق، اوكي، بس البارت الثاني يعني تقريبا 90 دقيقه اخذ مني، البارت الثاني تقريبا 110 اسئله.
فالحمد لله انا مشيت في البارت الثاني وكان الحل اسرع. ف يعني هو بصراحة الأسئلة هاي يعني راندوملي بتيجي، ما حدش بيعرف وين حتكون الأسئلة، صعبة أو سهلة، بس حسب ما حكى المهندس إيهاب إنه يا البارت الأول يا البارت الثاني. فهذا الصراحة صار معي يعني. بس أنا اللي شايفه إنه المادة فعلا بدها دراسة، يعني المادة مش حفظ. المادة أولها بتفكر إنه فيها شوية حفظ، بس بتكتشف إنه يعني هي فريم ورك كاملة لازم تكون أنت فاهمها. بخصوص أسئلة الكالكوليشنز، الكالكوليشنز والله إجا عدد من الأسئلة، يعني جاني يا 5 يا 6 أسئلة، بس معظم الأسئلة هاي بتشبه الأسئلة اللي كنا نحلها بالتريننج ومن الأسئلة اللي بعطينا إياها المهندس إيهاب. فالموضوع بسيط، وبصراحة أنا بشوف إنه الأسئلة هاي يعني اللي ما بيكونش فاهم مظبوط الموضوع حيضيع وقته فيهم. فأنا الحمد لله حليتهم بسرعة لأني عملت براكتس كثير عليهم. فبرضه هذول يعني الواحد يحط بعين الاعتبار انه يكون متقن موضوع الكالكوليشنز. فالحمد لله انا حسب ما شفت الريزلت كانوا عندي يعني اغلبهم صح، وشبيهات في المنهاج او من الامثله اللي كان معطيني اياها المهندس ايهاب. بخصوص الكريتيكال باث اجاني سؤال واحد، سؤال واحد